يلا بينا على الراديو 90 90. بنتكلم معاكم النهاردة عن رمضان ومواعيد الشغل في رمضان. يا ترى بتتغير ولا لأ؟ يا ترى بتشتغلوا نفس عدد الساعات ولا ساعات أكتر ولا ساعات أقل؟ في ناس شغلها بيتضاعف وبيزيد وبيشتغلوا أكتر وأكتر، وفي ناس تانية العكس. فابعتولنا كده وقولولنا على 199 أو على صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك. بما أننا بقى بنتكلم معاكم عن مشروعات ليها علاقة برمضان، فمش هينفع أبدا ما نتكلمش عن الأكل والمشروعات اللي ليها علاقة بالأكل. عشان كده معانا فلاحي أصلي على التليفون، هنعرف تفاصيل أكتر من دكتور محمد مصطفى، مؤسس مشروع فلاحي أصلي. مساء الفل. مساء الفل يا دكتور. دكتور محمد، كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب. رمضان كريم. رمضان كريم عليك. الله أكرم. يعني بص، سيره الاكل بقى في رمضان، تخلينا نقول الاكل حلو، ولكن عايزين نبقى برضو منظمين واحنا بناكل، وناكل اكل صحي في رمضان، ولا ايه رايك؟ لا، ما عندناش الكلام. ما عندناش. خصوصا مع الفطير بتاعك. يعني مشكله. احنا بصراحه يعني سيبتي امشي معاك في نفس السياق. مش قادر. انا يعني ما اقدرش اقاوم المحاشي والحمام والفراخ والحاجات الحلوه دي. الحاجات الحلوه اللي لازم نفطر بيها اول يوم دي. طب احكي لنا بقى، احكي لنا على المشروع واخبار، يعني التطور الجديد اللي حصل فيه من اخر مره كنت معانا لغايه دلوقتي. اكيد عملت حاجات كتيره وجديده. والله الاول انا احب اشكركم جدا، واقول احب اعرفكم ان انتوا كنتوا وش خير علينا. يعني تسلم، ربنا يخليك. ده شرف ليا ان اكون تاني مره معاكم، ودي حاجه يعني انا بفتخر بيها دايما في اول مره، واكيد هفتخر بيها لتاني مره، واكيد ان شاء الله ما تبقاش اخر مره ان شاء الله باذن الله. احنا الحمد لله يعني طبعا من اخر مره اتكلمنا كان 2018 ولا امتى يا محمد؟ فاكر 2018؟ كانت 2018 قبل الكورونا بشويه. بشويه حلوين يعني. حلوين. احنا طبعا يعني زينا زي اي نوع من انواع البيزنس اللي حصل في ضربات اللي حصلت في كورونا والازمات، من الحاجات الاقتصاديه وحاجات كتيره قوي ضربنا فيها، ولكن بفضل الله احنا كنا يعني مرنين بشكل كبير قوي في التعامل مع الازمه دي الحمد لله يعني، وعدينا منها بشكل اقوى وبخبرات اكبر. احنا الحمد لله دلوقتي كنا بدأنا نتطور شوية وتوسعنا، وعملنا بدل ما احنا كنا بناخد من شيفت، احنا بدأنا نخش في مراحل التصنيع للأكل نفسه، فدخلنا في مراحل التصنيع والتعبئة والتغليف. الحمد لله دلوقتي عندنا قاعدة عملاء كبيرة جدا تعدت 18,000 عميل. عندنا حجم احتفاظ بالعملاء او نسبة احتفاظ بالعملاء تعدي 35%، اللي اشتروا اكتر من 3 مرات مننا في خلال 6 شهور. التطور كبير جدا، سريع جدا، وبرضو من ضمن الحاجات اللي احب يعني برضو بما انكم بتشجعوا رواد الاعمال والمشاريع الصغيره، انا احب اوجه شكر للعاملين على البورصه المصريه في حته المشاريع الصغيره المتوسطه اللي هي بورصه النيل، وبالاخص يعني في الاستاذه دعاء خضر. هم تواصلوا معانا وكانوا مهتمين جدا بالمشروع بتاعنا وبدعمنا، وان احنا نطرح الاسهم بتاعتنا في البورصه بحيث ان احنا نكبر من خلال البورصه المصريه، وان احنا يحصل عندنا تطور توسع اكبر بقى. ده حلو قوي. يعني يعني محمد، يعني طموح كبير قوي ان انا مجرد ان انا عملت مشروع هبيع فيه اكل، ولكن فجاه بقى عندي اسهم في البورصه. يعني او مش فجاه، ده يعني من مجهود كبير انتوا عملتوه. بس محدش يتخيل لو هو عنده فكره مشروع صغير وان هو لسه هيبدا ويجرب حظه انه قدام لا انا هيبقى عندي اسهم في البورصه. ولا انت كنت متخيل ده؟ لا بصي، انا بصراحه ما كنتش متخيل ده، ولكن هم اللي وجهونا للكلام ده. يعني هم اللي تواصلوا معانا ووجهونا ان احنا انتوا ليه طيب ما تكبروش، انتوا حاولوا تكبروا، انتوا عندكم بوتنشال جامد قوي، انتوا تقدروا تشتغلوا، تقدروا تكبروا. هم اللي شجعونا على الموضوع. ما كناش متخيلين ان الموضوع ممكن. النهارده لا، احنا شايفين الموضوع ممكن، وان احنا ممكن نكبر بشكل ضخم جدا وشكل كبير جدا، بشكل ليجل ورسمي وقوي وبدعم منهم كمان. يعني يقول لك انا مش هسيبك تقع، ما تخافش. يعني كل اقول لهم يا جماعه انا خايف، المرحله دي مرحله قويه جدا، يقول لك ما تخافش، احنا في ظهرك، احنا هنعمل لك، ويبعتوا لنا فعلا سبورت. ده جهد كبير جدا يعني. قوي جدا طبعا. احنا دلوقتي احنا في المرحله دلوقتي ان احنا بنحاول ان احنا نجوين المرحله ديت بتقسيم الشغل بتاعنا بشكل اقوى، لان طبعا انت هتخش على مرحله عارفه انت بتطلعي من الارض للفضاء مره واحده،
أيوة. احنا محتاجين ان احنا نبقى اقوى من كده، وبالتالي احنا بنجهز نفسينا للطلعه اللي جايه دي. اللي هي ايه يعني. بقى اللي هي احنا عايزين نعرفها يعني مفاجاه. بصي في حاجات تانية كتير احنا برضو، خليني اقول لك برضو التطور في حاجات تانية، في بروجكت جديد احنا شغالين عليه ده اكستنشن لفلاح الاصلي، بس هو احنا كان يعني خليني اقول لك حاجه، هي مش عارف هي هتبقى يعني عارفه اللي هي ايه نظام المسلسلات والافلام، بس هي ده حقيقي. ان احنا بيجي لنا طلبات شغل كتيره جدا لشيفات كتيره جدا، وطلبات شغل للموظفين في الدليفري، يعني الحمد لله احنا شايفين دي حاجه كويسه جدا، الناس حابه ان هي تشتغل معانا وتشترك معانا في المشروع بتاعنا، بس احنا كحجم شغل احنا ما عندناش القدره لتعيين حجم البشر دي، فحسينا ان احنا عندنا مسؤوليه يعني زي ما بيقولوا مسؤوليه مجتمعيه كده، الناس دي عايزه تشتغل وفعلا عايزين يشتغلوا وهم ناس شاطره وناس كويسه جدا، فحبينا نكون لينا يعني ذراع كده ان احنا نقدر نساعدهم. فاحنا دلوقتي الحمد لله احنا في طور تاسيس اكبر كلاود كيتشن هيبقى موجود في مصر، مصري 100%. كلاود كيتشن يعني احنا كل الناس تقدر تشتغل من خلال بيوتها، واحنا هيبقى دورنا معاهم ان احنا نعمل لهم الماركتنج ونعمل لهم خدمه الدليفري، ونقدر نوصلهم بالعملاء اللي هيشتروا منهم المنتجات بتاعتهم بمنتهى السهوله. بتتكلم على نقطه مهمه جدا الا وهي انه في ناس كتيره نفسها تشتغل معاكم في فلاحي اصلي، فبداتوا يعني تاخدوا على نفسكم مسؤوليه مجتمعيه انه لازم نوفر فرص عمل لاي حد حابب ان هو يشتغل، فيعني بجد احساس جميل، ويا ريت يبقى موجود عند كل اصحاب المشروعات او الشركات الناشئه. فكمل بقى معانا، احكي لنا ازاي هتقدر تساعد كل الناس اللي بتحب الطبخ والاكل انها تشتغل معاك. بصي يا رضوى، انت عارفه طبعا ان احنا انا واخواتي البنات يعني احنا فاميلي بيزنس، واخواتي مع امي، فانا الاغلبيه ستات، فانا بحكم بتعمل وومن امباورمنت في البيت بحكم الاغلبيه للسيدات يعني في التيم بتاعنا، فقلبهم رهيب شويه بيقول لك لا حرام خلينا نشغل، طب احنا هنشغل الناس هنجيب مرتبات منين؟ فجت لنا الفكره في ان احنا نأسس حاجه جديده اللي هي الكلاود كيتشن، ان احنا نقدر نشغل بقى الناس كلها، اي حد حابب انه يشتغل او بيعرف يعمل حاجه حلويات اكل يعني اللي يقدر يعمله في حته المطبخ احنا نقدر ان شاء الله نساعده، وان احنا نعمل له الماركتنج اللي هو مش قادر يعمله، اللي مش قادر يوصل للعميل ده، وفي الحاله دي احنا نقدر نساعدهم بشكل كبير قوي ان هم يفتحوا فرص عمل ويشغلوا برضو ناس تانية تبقى بتساعدهم او بتشارك في الدليفري او كده. طيب طبعاً. اللي انتوا بتشجعوهم دول لازم يكونوا شيفات يعني، ولا ممكن يكونوا مثلا ستات بيوت وشاطرين في الطبخ؟ بصي احنا لما جينا عملنا احصائيات صغيره كده لقينا ان 70% من الناس اللي بتشتغل في الطبخ دي هم ستات بيوت اصلا، يعني ما لهمش علاقه، ما نزلوش مطاعم واشتغلوا، لا هم هوايتهم الطبخ وبيشتغلوا، هم شطار جدا بيعملوا اكل شاطر، وبعدين على فكره في منهم بعتوا لنا سامبلز هدايا يعني، طب خدوا جربوا وشوفوا احنا حلوين قد ايه عشان تساعدوهم، كويسين جدا لانهم جامدين جدا وبتاع، فخساره الناس دي تفضل قاعده في البيوت من غير ما تشتغل ويبقى في باب رزق ليهم. الباقيه النسبه الناس اللي اتاثرت بشكل كبير جدا من كورونا واللي حصل في قفل كتير للمطاعم وللابواب رزق كتيره حصل لها غلق في الفتره اللي فاتت ديت، فالناس ديت غصبا عنهم ما بقوش في مصدر رزق، وبالتالي هم بداوا يدوروا على الطرق الثانيه لفتح ابواب الرزق ليهم، واحنا كنا باب من ضمن الابواب ديت، ان شاء الله ربنا يقدرنا يعني ونقدر نساعد. هتبداوا يعني مع رمضان ولا بعد رمضان؟ بعد رمضان. انت قصدك في الشغل الجديد يعني؟ الشغل الجديد. لا كلاود كيتشن لسه قدامه شويه، احنا في مرحله دلوقتي ان احنا بنعمل البلاتفورم بتاعنا تكنيكالي يعني، بنلم الداتا بيس بتاعت الناس عايزه تشتغل، وبنعمل لهم زي انترفيوز كده سريعه، ونحاول نلم الداتا بيس، احنا لحد دلوقتي عندنا ما يزيد عن 300 شيف موجودين في القاهره والجيزه بس. حلو قوي، يعني انتوا لسه بتستقبلوا طلبات، اي حد عايز يطبخ ويبيع الاكل اللي هو بيعمله يبعت لكم علشان ممكن يتم اختياره، وانتوا بتعملوا اختبارات. بالظبط احنا بنعمل تيست بسيط كده يعني على قد ما بنقدر يعني، بحيث بس ما نطولش المده على الناس، وطبعا الشق الثاني في الدليفري ده بنتعاقد دلوقتي مع شركات دليفري بحيث ان هم يبقوا سهل في عمليه التوصيل بالنسبه لكل اريا وكل منطقه، ويعني دلوقتي بدانا يعني نسخن ان احنا نفتح البروجكت ده تقريبا هيبقى في القاهره والجيزه واسكندريه، ده مرحله اولى. متوقع على امتى ان شاء الله تفتحوا عشان نتابع معاك؟
بصي احنا يعني ان شاء الله يعني من هنا لاربع شهور جايين باذن الله يكون البلاتفورم خلص ويكون عليه حبه حاجات كده قويه جدا. اكيد هتابعكم اكيد لازم على الصيف بقى في المصيف عايزين اكلات خفيفه او في العيد الكبير تجربوا معانا لو تحبوا يعني بقى. ايوه ولكن انتوا في رمضان مكملين بقى في فكره انه بتقدموا اصناف كتيره من الاكل ويقدر اي حد يطلبها اونلاين سواء يعني مطهي او جاهز بقى للتسويق. رمضان شهر الخير طبعا يعني احنا بنستناه بصراحه من سنه لسنه بنحقق فيه تارجت كبير يعني الحمد لله يعني. فطبعا ده بيبقى من ضمن الشهور اللي احنا بنبقى قاعدين مركزين جامد لكن مده العمل بتقل حاجات بسيطه. احنا بنشتغل من 9 في العادي لحد الساعه 6 لا احنا هنشتغل في رمضان لحد الساعه 4 بس طبعا هيبقى فول كاباسيتي بقى بنضغط جامد عشان نلحق نوصل قبل المغرب ونلحق نعمل كل حاجه بنفس الكواليتي وبنفس السرعه وبنفس كل حاجه عشان طبعا توقيت الاذان طبعا يعني بتشتغلوا ساعات اقل ولكن بتشتغلوا اكتر في الساعات الاقل بالظبط تقريبا ضعف القوه بتاعتنا اللي بتشتغل بيها بتتضاعف في رمضان. ربنا يقويكم ان شاء الله اداء ودود يا محمد ودايما كده فلاحي اصلي معانا وبتعملوا لنا حاجات حلوه وعايزين بقى كنافه وقطايف بقى والحاجات دي بتاعت الكحك والبسكوت بقى عشان العيد يلا بينا ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا محمد نورتنا وكل التوفيق يا رب ليك ولاخواتك وكل اسرتك وكل كمان فريق العمل اللي بيشتغل معاك فلاحي اصلي. يا رضوى جدا وميرسي يا رغده جدا وانا سعيد جدا وانا نفسي نزود حاجه في البرنامج ده لو تقدر. ايه يا ترى؟ بصي بقى حاجتين، اول حاجه عايزين ان البرنامج يبقى اكتر من كده يعني كذا يوم لان فعلا انتوا مفيدين جدا فلازم الناس تستفيد من الـ من الـ من الدعم بتاعكم ده. ربنا يخليك. انا عايزين نقول حاجه لكل اللي بيسمعونا يعني حتى اللي بيتفوتوا الحلقات يقدر يسمعها على يوتيوب لانه فعلا في مشروعات كتيره جميله ومفيده واحنا كلنا عاوزين نشجعها. فممكن اللي مش بيقدر يسمعها يوم السبت او مشغول او فاتته الحلقه يقدر يدخل على يوتيوب ويشوف كل المداخلات لرواد الاعمال. بجد يعني كلكم بتعملوا شغل عظيم جدا جدا يعني واحنا اللي بنتشرف ان انتوا بتبقوا معانا على الهوا حقيقي. ربنا يخليك يا رغده وان شاء الله من تقدم لتقدم كده. دي الحاجه الاولانيه. ايه الحاجه الثانيه؟ الحاجه الثانيه لو تقدروا ان انتوا تتواصلوا مع حد من المستثمرين من صناديق الاستثمار من الحاجات اللي تقدر تعمل فاند او فاند ريزنج للشباب والتمويل. محمد كده بيعمل لنا ماركتنج للبرنامج. محمد احنا عايزين نقول للمستمعين انه محمد هو مؤسس فلاحي اصلي ولكن هو اصلا كمان دارس MBA وعامل يعني يعني مذاكره جامده جدا يعني بجد محمد انت نموذج للشباب المكافح اللي بيحب يتعلم ويحب يساعد غيره فبجد شكرا ان انت معانا وشكرا على النصايح الجميله كمان. شكرا يا محمد. انا سعيد جدا معاك. شكرا والله واتمنى ان اكيد ان شاء الله تتكرر تاني ان شاء الله واحنا كمان اكيد هنكون اسعد. شكرا يا محمد نورتنا جدا. كل سنه وانت طيب. شكرا وانت طيب. مع الف سلامه.